ورد في بعض الأدعية المأثورة: اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره. نصرة المظلوم مسؤولية على الجميع، كل بمقدار طاقته وإمكاناته. عندما يكون هناك ظالم ومظلوم، مسؤولية كل إنسان، كل مؤمن، كل مسلم، كل بشر، مسؤولية إلهية، مسؤولية عقلية، مسؤولية فطرية على الجميع أن ينصروا المظلوم بما يمكنهم. ولو تصدى الناس لهذه المسؤولية وعملوا بهذه المسؤولية لكانت الظلمات في الدنيا جدا قليلة.